هنبتدي حلقتنا النهارده مع حضراتكم. كل التوفيق لفريق المغرب بكره اللي هيواجه منتخب فرنسا في الدور قبل النهائي. المغرب كتبت التاريخ وما زالت تسطر تاريخا جديدا غدا ان شاء الله. كل التوفيق للمنتخب المغربي ان شاء الله يعني يقدر يوصل للدور النهائي في كأس العالم. واحنا كنا بنقول وبنتكلم عن الدول العربية، دايما لما كنا بنشارك في كأس العالم كان كل المنتخبات خاصة العربية يعني بتسعى إلى شرف الوصول إلى كأس العالم، علشان يتكتب في كل تاريخ كل منتخب بلد إنها وصلت لكأس العالم. زي مصر، مصر الكبيرة لأكثر من 100 سنة في الرياضة، وصلنا 34 وسنة 90 وسنة 2018. المغرب كتب التاريخ يفوق كل التخيلات، يفوق كل التوقعات، إنها تصل للدور قبل النهائي. ده على سقف المنتخب المغربي، على سقف العرب، العرب اللي بيقدموا مستويات أكثر من رائعة في كأس العالم. شفنا البداية كانت مع منتخب السعودية اللي فاز على منتخب الأرجنتين، شفنا تونس وهي بتفوز على فرنسا اللي هتواجه بكرة المغرب، أحد برضو الفرق المرشحة للحصول على كأس العالم، وبنشوف المغرب وهي بتوصل للدور قبل النهائي. ده استوقفني وعايزين نرجع نفتكر كلمة مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب في المؤتمر الراعي الثالث للنادي الأهلي اللي كان منذ أيام قليلة جدا، وهو بيتكلم وبيقول المغرب فعلا شرفت العرب كلهم. المغرب شرفت العرب بالوصول للدور قبل النهائي، ومش الوصول بس، ده بالمستويات الأكثر من رائعة، بالأداء الأكثر من رائع. هنشوف بعد المونديال معظم لاعبي منتخب المغرب وهم بيحترفوا في أعلى الفرق الأوروبية. وأيضا كمان أثنى على دولة قطر اللي بتقدم تنظيم أكثر من رائع، وصعبت المهمة على أي دولة بعد كده هتستضيف المونديال. لازم نقف عند منتخب المغرب خاصة. كابتن محمود الخطيب قال في كلمته أن الكرة العربية من خلال الانضباط والالتزام والثقة بالنفس قادرة على المنافسة في أكبر المستويات، وأتمنى أن يكون هذا الإنجاز دافعا للأمة العربية، وخاصة كمان عندنا في الرياضة المصرية. مصر تستحق مكانة أكبر، علشان كده لازم تكون نظرتنا للرياضة المصرية مختلفة، نظرتنا للرياضة المصرية مختلفة. عايز أرجع لحضراتكم لدور الدولة المصرية في 2019 لما كانت عندنا كأس الأمم الأفريقية في مصر. نفس التنظيم الرائع اللي بنشوفه في كأس العالم في قطر مصر عملته في 2019، واحنا بننظم كأس الأمم الأفريقية في الافتتاح الرائع وفي الختام، في الملاعب، في التنظيم، في كل شيء. لكن كان التنظيم الفني عندنا، اختيار المدير الفني، اختيار اللاعبين، وهنا بيتوقف عن المسؤولين عن ملف الكرة المصرية. هو ده النقطة اللي احنا دايما بنتكلم فيها. حتى لما وصلنا روسيا كأس العالم برضو كان في عقبات عندنا في روسيا، والتنظيم وبعض الناس المشاهير الموجودة في معسكر منتخب مصر، وكأن خلاص مصر اكتفت بالوصول لروسيا. شوف المغرب والعقلية المحترفة، وشوف عندهم راجل اسمه فوزي لجع ازاي بيصل بالكرة المغربية. ولما نتكلم عن الكرة المغربية ما نتكلمش عن منتخبات بس، أندية. شوف النهاردة في دوري أبطال أفريقيا الوداد، ونشوف النهاردة أيضا في بطولة الكونفدرالية، ونشوف النهاردة المنتخب المغربي بيسطر تاريخ كبير جدا. النهاردة الأهرام الرياضي الغلاف بتاعه كان غلاف النهاردة أكثر من رائع، غلاف معبر، غلاف لا يحتاج إلى الكلام. النهاردة الدرس، الثلاثة القائمين على الرياضة المصرية من قبل والآن، كابتن هاني أبو ريدة، الأستاذ أحمد مجاهد، الأستاذ جمال علام، وجايب صورة المنتخب المغربي، اللاعبين والأجهزة الفنية، وهم بيحملوا وليد الركراكي وكاتب الدرس. أتمنى أن نعي الدرس جيدا. النهاردة المغرب من خلال التنظيم،
من خلال ناس بتحب بلدها وتحب تكون أندية بلدها في أفضل المستويات ومنتخبها في أفضل المستويات، ناس بتشتغل بإخلاص. علشان كده الغلاف بتاع الأهرام الرياضي النهاردة غلاف معبر جدا، لا يحتاج إلى كلام لكن يحتاج إلى عمل. النهاردة الدرس، أتمنى نكون وعينا الدرس وتعلمنا الدرس ويكون عندنا كوادر فعلا، كوادر بتحب البلد موجودة في الاتحاد الأفريقي وموجودة في الاتحاد الدولي، موجودة عندنا كوادر في المدربين. وليد الركراكي ده كان مدرب الوداد، تولى قيادة المنتخب المغربي قبل انطلاق البطولة كأس العالم، علشان عندهم كوادر، عندهم لعيبة، عندهم دوري قوي. أتمنى نكون وعينا الدرس زي ما الأهرام الرياضي كاتب في صفحته.